السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات العظيمة في ربيع 2021 ان انا اقدر ارسم الحائط مائي. كنا بناخد يعني طرق طويلة عشان نوصل الحائط المائي ديت، بس هم سهلوا لنا الموضوع. تقدر ترسم فيرتيكال الحيطة عادية خالص، او تقول لا انا عايزها بميل، فيقول لك حدد لي زاوية الميل وليكن مثلا 22 مثلا، هتلاقي الحيطة مايلة. تقدر تشوفها لو انت خدت سيكشن او شفتها في 3D هتفهم انها هي ميولة اهيت. خليني اشوف اهيت، شايف في ميول. طيب لو جيت احط باب وشباك والحاجات ديت، بس حط عادي خالص. الشباك بقى ممكن اعلم عليه واديله اختيار، لما اقول له انا مش عايزه فيرتيكال، انا عايزه يبقى ماشي مع الحيطه بالشكل دوت. اعتقد دي من افضل الحاجات الاضافات اللي موجوده في الاصدار الجديد، هو وحاجه ثانيه اتكلمنا عنها اللي هي جنريتيف ديزاين.